أين؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أين؟ معناها أنه يا ناس يا توانسة إسلامكم خلوه على جانب، وقت اللي تمشوا للمدرسة ولا تمشوا للمصنع ولا تمشوا للمحكمة ولا تمشوا تحوسوا، الإسلام هذا خلوه على جانب. وقتاش تفكروا الإسلام؟ إذا تفكرتوه وقت تجوا باش تغسلوا الأموات، شيعوا الأموات. بينما ربنا قال عن القرآن الكريم قال لتنذر به من كان حيا. الإسلام جاء للحياة، جاء ليحيي، جاء ليحيي الناس. قال يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. الإسلام جاء ليحيينا، جاء ليحيي الأمة، ليخرجها من الظلمات إلى النور، ومن المذلة إلى العز، ومن الفقر إلى الغنى، ومن التفرق إلى الوحدة، ومن الظلم إلى العمران وإلى العدل. كيفاش يخوفونا بالإسلام؟ وكيفاش الإسلام حيدوه على جنب؟ إذا حيدنا الإسلام على جنب أش بقالنا نحن في الحياة؟ الإسلام أعظم ثروة، أعظم ثروة في الأمة هذه. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. زعماء تونس حتى اللايكيين وقت اللي حبوا يحركوا الشعب باش يقاوم الاستعمار فين مشاو؟ مشاو لجوامع. لكن مجرد ما طلعوا على السلم هذا طيشوها على جنب وقالوا ما عادش حاجتنا بالاسلام، اغتروا في رمضان، سكروا لنا جامع الزيتونه، نحاوا الاحباس، عراوا النساء، تمسخروا على الكتاب والسنه. هل يمكن ان نعيد هذه السيره؟ كلا ابدا. الحركه الاسلاميه ليش تولدت؟ الحركه الاسلاميه تولدت لان الشعب التونسي يقول انا متمسك بالاسلام، ولا حياة لنا ولا عزة إلا بالإسلام. الشعب مسلم ولا يستسلم. ولذلك نحن الآن نريد أن نحقق أهداف الثورة في إقامة مجتمع العدل ومجتمع الحرية. الإسلام هو أكبر رسمة، لأن الإسلام يعلمنا العمل العبادة. ولذلك تلقاه في القرآن اقتران باستمرار بين الإيمان وبين العمل الصالح، بين الإيمان وبين العمل الصالح، الاقتران بين الصلاة وبين الزكاة. هذه عبادة روحية وهذه عبادة دنيوية. الدين والدنيا في الإسلام مقترنان. اللي يحب يبعد لنا الدين يفرق بين الصلاة والزكاة، سيدنا أبو بكر اعتبره ماذا؟ اعتبره مرتد. الذي يريد أن يفرق قال والله لو قاتلنا من فرق بين الصلاة والزكاة. لأن الصلاة هي رمز للجانب الروحي في الإسلام، والزكاة تعبير عن الجانب المادي والاقتصادي في الإسلام، وهما مقترنان. ولذلك إذا أردنا التنمية، إذا أردنا النقض على البطالة، وهذا هدف من أهداف ثورتنا، ينبغي أن نستخدم طاقة الإسلام. الإسلام طاقة جبارة، يجعل المسلم يخدم مش خوفا من عرفه. إذا قال عرف مش بحداه يسلم بالخدمة، وإنما يشعر بأن الله سبحانه وتعالى يراقبه، ولذلك يتقن العمل. للنبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليتقن عمله. فليتقن عمل، إتقان العمل من الدين. إسلامنا فيه ما فيش واحد يعيش والآخر يموت. النبي صلى الله عليه وسلم قال والله ما آمن، والله ما آمن. قالوا من؟ قال من بات شبعانا وجاره جائع وهو يعلم. ما يجوزش هذا. ولذلك اسلامنا فيه زكاة وفيه اوقاف وفيه صدقات. لو انه نحن هذاك يا جماعة 26 26، الله لا يرجعهم لبلادنا، امين. عطلوا شريعة الزكاة. لو الاموال كلها التي اخذت باسم الزكاة لكانت فيها اولا عبادة، بينما هي سلبت
وأهلها اغتصبت منهم، لو أخذت تحت اسم الزكاة لكانت عبادة، ولا ما بقي عاطل عن العمل، ولا مسكين ولا فقير ولا شاب غير متزوج ولا فتاة من غير زوج، لأن الزكاة جعلت من أجل ذلك. إسلامنا فيه طاقة عظيمة، ليش نهملوها؟ الآن هنالك المالية الإسلامية، كانوا يقولون كيفاش يمكن تعمل اقتصاد من غير ربا، كانوا يضحكوا كيفاش اقتصاد من غير ربا. الآن أصبحت هنالك بنوك إسلامية تتصرف في أموال بالمليارات، ومستعدة تجي تفتح فروع لها ومراكز في بلادنا، وممكن تونس هذه وستكون إن شاء الله مركزا عظيما للمالية الإسلامية. الله أكبر، الله أكبر. حتى التونسي واللي مش أنه يصلي من هنا ويمشي يتعامل بالربا في الجهة الأخرى، لأنه ما مسكين ما عندوش كون يعطيه قرض مضطر. الآن إن شاء الله ستكون تونس هذه التي تحررت من الطغيان ومن العلمنة ومن القهر، ستكون إن شاء الله قاعدة كبرى للمالية الإسلامية والمصارف الإسلامية، فلا يبقى فيها فقير ولا عاطل عن العمل بإذن الله. الآن البلدان الغربية مثل الولايات المتحدة وإنجلترا وفرنسا يتنافسوا على فتح البنوك الإسلامية، ونحن باقي مترددين في هذا. ألسنا بلدا إسلاميا؟ نعم. ولذلك المسلم من مهمات الدولة التي ستنتجها الثورة، ستنتجها الانتخابات، أنها ستصالح بين التونسي وبين دينه، ستصالح بين الدين والحياة، حتى المسلم يكون منسجم بين عبادته في المسجد وبين عمله في التجارة وبين عمله في الفلاحة، فيجد القرض غير الربوي، القرض المجاني غير الربوي، ويجد الشركة الإسلامية، ويجد الضمان الإسلامي إن شاء الله. ولذلك بلادنا أيها الإخوة الكرام، إذا ربي وفقها في إجراء انتخابات نزيهة، وتوفقت في أن تستقر الأوضاع على أرضية من العدل، سوف ترون البلاد التونسية كيف تصنع معجزة ثانية، كما صنعت معجزة هذه الثورة ستصنع معجزة الثروة إن شاء الله والتنمية والخير. حركة النهضة تؤكد باستمرار أن تونس لكل التونسيين والتونسيات، أن تونس ليست كما أرادها المخلوعان، المخلوعان الأول والثاني، هؤلاء مارسوا الإقصاء والقمع ومحاربة الإسلام. نحن نريد تونس مسلمة لكل أبنائها وبناتها لكل الاتجاهات إن شاء الله، بل نحن ندعو كل التونسيين والتونسيات، اللي يصلي واللي ما يصليش، المتحجبة وغير متحجبة، كل من يحب تونس، كل من يناصر الحرية والثورة، نقول له لك مكانك في هذه الحركة المباركة، ولك مكانك في بناء تونس، تونس الجميع، تونس العدل، تونس الحرية، تونس الإسلام، لأننا مستيقنون بأن الإسلام عدل ورحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أدعوكم أيها الإخوة والأخوات، أدعوكم إلى أن تحيوا مرة أخرى شهداء الثورة المباركة وشهداء الحركة الإسلامية وكل شهداء تونس الذين مهدوا لنا هذا الطريق لهذا اللقاء المبارك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة.